السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نبدأ في شرح مادة الإيثكس، الأخلاق، أخلاقيات التمريض في الإسلام. مادة حلوة هيك، بسيطة وصغيرة المادة. المادة طبعا أنا بعرف إن الكل بيهتم للامتحانات، وأنا أولكم كيف في الامتحان كيف نقرأ هالمادة. المادة هذه بالمختصر أول صفحة تعريفات بي في الامتحان، على الأقل اثنين منهم حفظ هذه، بعد هيك الباقي فهم. انت افهم ايش بدها الموضوع هذا مع رؤوس اقلام، يعني احفظ العنوان نفسه فوق ايش بحكي، وتحت افهم فهم الباقي، بس احفظ العناوين والباقي فهم. يعني الماده قديش تقدر تحولها لفهم، فهي تقريبا ايش فهم واخلاقيات. يعني الماده ما بدها يعني انك تقول شغل، يعني ايش زي هيك، ما في اي حاجه. فهذه يعني الاشياء اللي بالماده ايش بتحكي. الماده بتحكي عن اخلاقيات التمريض في الاسلام. فقال لها ان الاخلاق اللي بتعامل في الاخلاق الحسنه التي يتحلى بها المسلم من صدق، امانه، وفاء، اخلاص، ادب، الحديث، الصبر، الرحمه، كلام يعني كلنا بنعرفه الحمد لله. هذه من الاشياء اللي هي بدنا نقول اخلاق فينا، ممكن تكون عادات وتقاليد عندنا، كمان ممكن تكون عندنا عادات وتقاليد. أول شيء بدأ بالنيسينج إثيكس أند إثيكس إن إسلام، أخلاقيات التمريض، نيسينج إثيكس أند إثيكس إن إسلام، والأخلاق في الإسلام. بدي يقارن بين أخلاقك أنت كنيس وبأخلاق الإسلام، ويربط أخلاق الإسلام بأخلاق التمريض، أو يكون أنت كنيس إنه عندك أخلاقيات إسلامية. أول شيء definition of ethics، تعريف الأخلاق. بدنا نعرف تعريف مهم جدا جدا جدا. قال الإثكس هذا جاي من وين؟ جاي من Greek word، كلمة لاتينية بسموها إثوز، عادات. إثوز عادات، والتي تعني الكوستوم، العرف، الهابت، والإيش، والكوندكت. فمعنى كلمة إثكس هي الإثوز، هي إيش جاي من وين هذه؟ إيش معناها العادات؟ إيش معنى الأخلاق؟ العادات جاي من الأعراف والتقاليد، اللي هي إيش، كوستوم وهابت، عادات، وايضا ايش، كوندكت. فهذول الثلاث كلمات تحفظوهم، اللي هو الكاستوم والهابت والكوندكت، تمام. فهي الايثكس جاي من كلمه لاتينيه اللي هي من ايثوس، من العادات، والتي تعني الايثوس باللاتيني تعني باللغه الانجليزيه اما كاستوم او هابت او كوندكت، تمام. قال لي and also ethics defined، ولها تعريف ثاني ايضا، قال لي هي science that approach، هو علم بتفرع human actions، افعال الانسان، معروف اخلاق يعني فعل الانسان. لا بقول لك ان اخلاقك حلوه جميله، يعني افعالك حلوه، تمام. in form على شكل، قال لي هذه هي right or wrong، صح او خطا. والله انت اخلاقك حلوه، صح غلط يعني سيئه، فهي right or wrong. And these actions are voluntary action، إرادية، يعني مش أنت زي ما بيقولوها أنك أنت متصنع هذه الأخلاق، لا هي إرادية، أنت إرادية منك، أنت بتطلعها إرادية منك، غير مجبر عليها، إرادية. فالإثكس تعريفة هي wrong، right or wrong action، أو هي الـ human actions، تمام؟ هي voluntary actions، ثلاث تعريفات، هي human actions جاية من الـ right or wrong، وهي voluntary actions، هذه هي الإثكس. هذه هي مين؟ لو في الامتحان قال لك تعريف الإثكس، هي الكاستوم والهابت والكوندكت، وهي أيضا الـ human actions، right or wrong action، هي voluntary، مهم جدا كلمة voluntary. لو قال لك في الامتحان أنا voluntary أقول له غلط، هي voluntary actions. طيب، قال لي what makes an actions اللي هي behavior moral or not depending on؟ What makes، ما الذي make يعمل أو يجعل الأكشن، الأفعال، تصرفاتك، أو قال لك بين قوسين behavior، سلوكك، moral يكون أخلاقي or not depending on، يعني إيش بيخلي أنت سلوكك يكون أخلاقي moral أو يكون not مش moral، إيش بيعتمد، يعني إيش بيعتمد إنه أنت توجه سلوكك يكون أخلاقي ولا مش أخلاقي، ما هي الأشياء اللي بتخليك أخلاقي moral أو مش moral، إيش بتعتمد. قال له ثلاث شغلات. واحد the act itself what it's، الفعل نفسه، مش بقول لك انت بحترمني بحترم، هذا كلام غلط، احنا لازم نحترم الجميع، لكن احنا متعودين ان في العادات ايش بقولوا، اللي بيحترمك احترمه، بيحترم كاش قل قيمته، هذا كلام غلط. المهم فهيك احنا عندنا معروف هي الجمله، فقال لي act itself what it is، يعني الحدث، الفعل نفسه ما هو، الحدث اللي عملته صح ولا غلط، هو اللي بحدد انه اخلاق ولا مش اخلاقي. اثنين مطايف واي، يعني الدافع، او هل في حافز لهذا الفعل سواء كان اخلاقي او غير اخلاقي، مشكله هيكون غير اخلاقي، شيء فرح، شيء منيح هيكون اخلاقي. ثلاثه قال لي السيركمستانس اللي هو الظروف، الظرف اللي انت فيه،
قال لي all events surrounding the action، ايش يعني الظروف؟ هي كل الاحداث اللي حوالين مين؟ حوالين الفعل. قال لي example when where how to whom how often، يعني جميع الاحداث التي تحيط بالفعل. هذا كلام ملوش لزوم، يعني عادي ولا له اي علاقه واي لزوم، تمام؟ بس هيك يعني اللي بحدد انت اخلاقك او فعلك هل هي مورال اخلاقيه ولا مش مورال هو الفعل نفسه، الحافز والسيركمستانس اللي هو الظروف، الاكت اتسلف، الموتايف اللي هو الحافز، والسيركمستانس اللي هي مين؟ الظروف. نيجي هي الاهم شيء، هي اللي بيجي في الامتحان، اقل شيء بيجي السؤالين في الامتحان في النصف والنهائي. نيجي على ethical principles، مبادئ الاخلاقيات. ethical ايش؟ principles، مبادئ الاخلاقيات. اول مبدا عندنا الريسبكت، هم اعتقد 11، اعتقد هي 10 مبادئ، 10. اول مبدا اللي هو ريسبكت الانسانيه، بعدين البينيفيتس اللي هي الاحسان، بعدين الالتريزم الايثار، والباترناليزم الابويه، والفيراسيتي الصدق، فيراسيتي الصدق، فيديليتي الاخلاص، وفي عندنا اللي هي جاستك العداله، ايجوزم الانانيه، نيرسز اوتونومي استقلاليه ذاتيه، وفي عندنا اوتي لترا نزم تقديم المنفعه. خذوا واحده واحده بسرعه لانهم مهمين جدا، بدنا نحاول احنا نفهم مش نحفظ. اعرف انه كلمه ريسبكت يعني انسانيه، يعني احترام ذاتيه الشخص، انت بتعامل معه كانسان. ريسبكت، ريسبكت. طيب قال لي يو ماست ريسبكت بيشنت اوتونومي، لازم انت ريسبكت تحترم اوتونومي الاستقلاليه، ديجينيتي اللي هي كرامته اند ليبرتي وحريته. فانا بدي احترم انه المريض هذا انسان له حريه، له كرامه، له كل شيء. فهذه هي ريسبكت، مش كتير مهم. فالريسبكت هي لازم انت، هاي سهله، ريسبكت بدك تعمل ريسبكت احترام للاوتونومي والديجينيتي والليبرتي اللي هي الحريه. طب نيجي على الثاني هنا، البني فينس. بني فينس من كلمة بنفيت، منفعة، إحسان. أعرف إيش يعني إحسان؟ تحسن للناس، تعطيه اللي أنت بدك إياه. فهذا إيش؟ البنفنس جاي من كلمة بنفيت، عائد، فائدة. فالبنفنس أنا الإحسان، تمام؟ بنفيشس، لفظها هيك، هي لفظ صح، بنفيشس. بنفيشس هو الإحسان، is to do only good، اعمل بس الصح، بس الصح. لما أنا بعمل فعل بس صح هذا يسموه بنفيشس. قال لك بعديها او يقولوا عنها نون مال فينشت، يعني هي ايش؟ انك تعمل العمل جيد غير مألوف فقط. تو دو نو هارم، يعني تعمل، تو دو انك تعمل، نو لا، هارم اذى، بدون اذى. يعني انت تحسن لواحد ما تحمله جميله، تحسن لواحد مش كل يوم انا اللي اعطيتك، انا اللي سويت لك، لا، هذا الاحسان تعمل فقط الصح. فهذه مهم جدا المصطلح، لو قلنا في الامتحان اونلي جود هي البنفيشس، قال لك نو هارم هي البنفيشس، انك تعمل بس الصح، اونلي الجود، بس المنفعه بدون اي ضرر. فهذه اسمها بنفيشس الاحسان، الاحسان هو عمل الصح. في السمع انا بقول لك الاحسان هو ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. فلما انت تعبد الله كانك انت تراه، واذا هو لا يراك انت هو، واذا انت لا تراه هو يراك، يعني فانت مش راح تعمل غلط. لما انا كل فعل بدي اعمله اتذكر ان انا شايف الله والله هو شايفني، فانا مش هعمل غلط، هعمل كله صح. فالبنفيشس هي الاونلي جود، نو هارم، هارم يعني اذى، نو هارم. طيب نيجي على بعدها التريزم، هو الايثار. التريزم الايثار، قال لي هي بروتكت كوميونتي، تحمي المجتمع، باي سبورتنج اكشنز، بواسطه ايش؟ افعال تدعمه، يعني تو ميت، لتلبي ذا هيلث، صحه اند سوشيال نيد، لتلبي احتياجات الصحيه للمجتمع اوف بابليك، في كل الناس. يقول لك الايثار هو حمايه المجتمع من خلال دعم الاجراءات والحصول على الصحة والحاجة الاجتماعية للببليك، لكل المجتمع. فكلمة التريزم الإيثار، أنت بتآثر على حالك، بتقدم اللي أنت بدك إياه للناس، هذا اسمه الإيثار.
تمام؟ فانت لما تقدم هي الشغله تحمي بروتكت كوميونتي، تحمي المجتمع من خلال دعم الافعال، دعمه صحيا واجتماعيا وكل شيء. هذا هو الايثار. لما انت بتاثر بوقتك كله وجهدك واموالك للمجتمع، هيك انت حميت المجتمع. لما انت تخاطر بصحتك وتطلع فوق كورونا تساعد الناس، فهذا هو الايثار، هذا الالتريزم، الايثار. فهو الايثار هو بروتكت ذا كوميونتي، تحمي المجتمع من خلال افعال، هاي الافعال انت اثرت على نفسك فيها. اربعه، الباترناليزم، بسموها الابويه، باترناليزم الابويه. تذكروا انتم البيرنت يعني اباء، مش كلمه بيرنت معناها اباء، فهذه منها بيرنت باترناليزم، تشبهها شوي. قال لي تو بروتكت ذا ويك بيرسون، تحمي الشخص الضعيف. فرقوا بين الالتريزم وبين الباترناليزم، الاثنين فيهم ازم، فهذه التر وهذه باترنال. طيب عشان ما تنسوهم، مش التريزم اولها كلمه ال، زي تقول اول لكل الناس، انت بتحمي الكوميونتي، بروتكت للكوميونتي. لكن هنا الباترناليزم من البيرت الوالدين، الوالدين بحبوا كل اولادهم، صح؟ في جمله بيقولوها ان الام بتحب الابن المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود لوطنه وكذا. فبتلاقي الوالدين دائما بيميلوا لابنهم الضعيف المريض، لما يكون لما يمرض بحس انه هو افضل اخوته. فبالتالي الباترناليزم الابويه هذه تحمي الويك بيرسون، الشخص الضعيف، هي جاي من بيرنت الاباء، والاباء هم اصلا حمايه لابن الضعيف. بيقول لك الاب سند، الاخ سند، فالاب هنا هو بيحمي الشخص الضعيف. انت لما يكون لك اب مثلا، يقول انا مش خايف، انا وضعي سند، فهو انت مهما كنت ضعيف بيحميك. عشان تحفظ المصطلح، باتيرناليزم احمي الضعيف، الشخص الضعيف، اما التريزم الكوميونتي كله. تمام، تنسهم، مش مصطلحين مهمين جدا. نيجي على اللي بعده، فيراسيتي اللي هي الصدق، فيراسيتي قول الصدق. هنا is the obligation to tell the truth، هي اللي بدي انا هنا، كلمة بس tell the truth، مش يكفي الامتحان صح وغلط، true or false، true صحيها، tell تخبر، the truth الصح. لما انت تخبر الناس الصح او المريض الصح او الصدق، هو اسمه veracity، الصدق، مهمة جدا. فالveracity الصدق هي tell the truth، اخبرهم الصح او الصدق. طيب الاخيرة فيديليتي الاخلاص، فيديليتي الاخلاص، مش بقول لك فديتك، انا فديتك لانك انت واحد مخلص معي. فيديليتي الاخلاص، is the obligation، الالتزام، to loyal، loyal to the patient، الالتزام بالولاء للمريض. لما انت تكون الولاء للمريض عندك، طبعا احنا الولاء لله والرسول وللي بحبوهم، فهنا قال لك loyal to patient، اللي كوميونيتي اند والمجتمع وايضا المختصين. فانت لما تكون موالي لهم، الولاء لهم هو الالتزام الموالي للمريض والمجتمع والمهنه، والمهنه ايضا، انا ما بفش يعني المهنه. فكلمه فيديليتي، تمام، هي اللويال، هي يعني انا بديك كم مفاتيح لكل كلمه. نرجع على الريسبكت، تم الريسبكت، الاحترام للمريض اللي هو ايش، احترام الاستقلاليه والكرم والحريه. البينيفينس العائده اللي هو الفائده، انك تعمل بس الصح، بس ايش الصح، جود نو هارم، لانه هي فائده، اسمها فائده، بينيفيت، بين اسمها انا لفظها بينيفيشس، لكن لو انا عشان سهل حفظها بقول لك ايش، بينيفينس جاي من بينيفيت، من فائده. فبس ايش يعني فائده؟ هل لما انا اجيك على البيت واجيب لك هديه انت استفدت مني، لكن لما اجيك على البيت وبعد وانا في البيت مع الهديه ضريتك، هل اسمها هي فائده؟ لا، فبطلت تكون فائده. فالبينيفينس البينيفيشس هي بس الصح، اونلي جود نو هارم. الالتريزم احمي المجتمع، باتيرناليزم احمي الويك بيرسون، الفيراسيتي هو الصدق اللي هي التروث، تيل ذا تروث، بس قول الصح. اما الفيديليتي هي اللويال، الولاء، لويال الولاء. ست مصطلحات. السابع هنا بيحكي عن الجاستيك، العدالة. جاستيك هي ايش؟ العدالة. قال لي is to be fair، انك تكون عدل. كلمة fair هي مفتاح لكل، شايف كل هذا الكلام كله على الفاضي. كلمة fair هي justice، لو انت حفظت بس كلمة fair خلصنا. fair هي justice، العدالة. قال لي and equitable to all patient، انك تكون ايش، منصف، equal، مش equal موازي او يساوي، equal table او equitable، انك تكون انت، عشان سيبك اللفظ غلط، هي مساوية لكلمة equal،
يساوي موازي equitable to all patients، إنك تكون بتتعامل بالإنصاف لكل المرضى regardless، بغض النظر of any service you want to give، بغض النظر عن نوع الخدمة اللي تقدمها. بنفعش أنا أعمل المريض سعيد أحسن من محمد، لا، بدك تأدي العدل والمساواة لكل المرضى بغض النظر عن ديانته، عن عيلته، عن مكانته، عن نوع الخدمة. فيجب أن تكون منصفا ومتكافئا، اللي هي إكوال تيبل، لجميع المرضى regardless، بغض النظر عن أي خدمة ترغب في تقديمها. قال لي هنا أن تكون فير، عادل مع جميع المرضى بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه في الخدمة. regardless service you want to give، يعني سواء كان الخدمة بدها دقيقتين 10 100، بدك أنت تكون عادل. فالجستك العدالة، فير هي العدل بس. فانت كون فير وكون ايكويتيبل لكل المرضى، شايف الصح والغلط ريجاردلس، بغض النظر عن ديانته، عن شكله، عن لونه، عن كذا. المصطلح الثامن ايجوزم، الانانيه، خدناها في علم النفس، تمام، اللي هي الايجو. الايجو يعني الانا، الانانيه. هنا قال لك ايجوزم، الانانيه، is the right to maximize personal benefit، هو الحق في تحقيق اقصى قدر من الفوائد الشخصيه. الهدف منها أزود المنافع الشخصية، كل حاجة أنا بدي إياها إلي. الإيجو، الأنا، هي right to maximize، maximum، الحد الأعلى of personal benefits، العائد الشخصي، إنه أنا بكون أناني، بتعامل معهم أنانية. فكلمة البيرسونال بينيفيت أو الحد الأعلى من البيرسونال بينيفيت هي الإيجوزم، الأنانية، مصطلح مهم. تسعة، نيرسز أوتونومي، استقلالية ذاتية للممرضين او للمرضى. قال اذا نيس مص بي اوتونوموس، لازم يكون هيك اسم مستقل. which mean، ما معنى الاستقلاليه الاوتونومي؟ قال لي never looking up on another person، ما يتطلع لشخص ثاني، بيقول لك انت صاحب القرار، and has the right to self determination. فمش يعني هنا يجب ان يكون ممرض مستقل بذاته، مما يعني عدم النظر الى شخص اخر، وله الحق في تقرير المصير. فهذا مصطلح انه انت تقرر المصير. نيس اوتونومي، اوتونومي من الاوتونوميك نيرفس سيستم، يعني مستقل ملوش في حدا، يعني نيفر لوكينج تو انذر بيرسون، ما يطلع لحدا، انا كل شخص مستقل بحاله. ما اقول انه زميلي والله بيشتغل بيشتغلش بضمير بعمل زي انا، لا، لازم انا اكون مستقل بحالي، ما اطلع لحدا، دائما اكون انا احاول اكون ايش الافضل في تقديم الخدمات. اخر مصطلح عندنا، فهذا اللي هي اختصاره او المفتاح تبعه، نيفر لوكينج لا انذر بيرسون. اخر مصطلح الالتي ليترانيزم، يوتي ليترانيزم، يوتيليترانيزم، تقديم المنفعة والخدمة. قلنا هناك التريزم اللي هي احمي المجتمع، باترناليزم احمي الشخص الضعيف. اما اليوتيليترانيزم هنا، يوتيليترانيزم is the greatest good for the greatest members. يا سلام، هذه لو واحد مش فاهم سهل يحفظها. كيف؟ قلنا هناك الالتريزم انك تقدم الخدمة تحمي كل المجتمع. طب هنا كلمة altruism لكن شوية طويلة، هانك تقدم greatest good، أعظم خير لأعظم مش لأعظم عدد. يعني هنا قلنا altruism protect community، يحمي المجتمع كله، community يعني مجتمع. هنا قال لك utilitarianism يعني فيها altruism لكن مع شوية طول في الكلام، هذا صح يحمي المجتمع، لكن قال لك تكون الخدمة والحماية عظيمة والعدد قديش يكون عظيم. خدمة جيدة greatest good، أفضل خدمة وأفضل جودة، و greatest members لأكبر أعداد. صح مجتمع لكن خدمة كبيرة وعدد كبير، فهذه اسمها utilitarianism، greatest good لا greatest members، أعظم خير لأعظم الأعضاء. مصطلحات مهمة جدا، مستحيل يخلى امتحان نصفه ونهائي منهم، بيجي في وصل، بيجي في الصح والغلط، بيجي في اخطر، مليانين. نعيدهم بشكل سريع، قلنا الأخلاق هي جاية من إثر العادات اللي هي custom و habit و إيش و conduct. التعريف أيضا هي human actions، هي right or wrong، هي voluntary action، تعتمد على إيش، على اللي هو act itself، على الموتيفاي التحفيز، وعلى circumstance الظروف. قال لي أيضا في أنك تعريفات أخرى اللي هي respect الاحترام، لازم تحترم الأوتونومي الاستقلالية، الديجنتي اللي هي الكرامة، والليبرتي الحرية، البنفيشس أنك تكون only good،
نو هارم. الالتريزم هي بروتكت كوميونيتي، الباتيرناليزم بروتكت ويك بيرسون، الفيروسيتي اللي هو قول الصدق تيل ذا تروث، بس احفظ بقول لك انا عنه هيك. الفيديليتي الاخلاص هي اللويال، تكون لويال مع ايش؟ لكل شيء، للمهنه وللمريض ولكل الناس. الجاستك العداله، انك تكون فير عادل وايش؟ اكويتابل لكل المرضى ريجاردلس، بغض النظر عن مين هم. الايجوزم الانانيه، انك تحقق الماكسيمم بيرسونال بينيفيت، اكبر منفعه شخصيه لك. الناس اوتونومي، لازم الممرض نيفر لوكينج لانذر، ما يطلعش لحاله، هو مستقل بذاته. اما اخر واحده اليوتيليتيرانيزم، هذا تقدم جريتر بينيفيت او جريتر جود لا جريتر ممبرز، لاكبر عدد من الاشخاص. هيك بنقدر نكون خلصنا اول موضوع. الموضوع الثاني بيحكي عن الانترناشونال نيرسينج كود، انترناشونال عالمي، نيرسينج ممرض او تمريض، كود قانون، قانون التمريض الدولي. هذا كله فهم، شايفين هذا كله داش بريم، هذا كله فهم، ما بدك تحفظ اي حاجه، بس افهم فهم، بس افهم، اعرف انه العنوان فوق بقول لك قانون التمريض الدولي وافهم الباقي. هذا المصطلح اللي فوق اعتقد مش في الكتاب، كتبناه بدك كتاب يومها، قال لي كود اوف ايثكس، قانون الاخلاق، كود اوف ايثكس. هذا بيجي في الامتحان، بيجي في الامتحان مهم جدا. كود اوف ايثكس قال لي از ا فورمال ستيتمنت اوف جروبز ideals and values، هو تصريح خاص بمعتقد ومبادئ 100%. فقال لك الكود اوف ethics، قانون الاخلاق، formal يعني رسمي، statement نقول جملة رسمية، تصريح رسمي، of group من مجموعة groups ideals and values، بمعتقد ومبادئ، يعني هو تصريح خاص بمعتقد ومبادئ، احفظوه زي ما هو هيك. الكود ايثكس هو فورمال ستيتمنت اوف جروبز ايديال اند فاليو، تصريح خاص بمعتقد ومبادئ، هو الكود اوف ايثكس. ممكن يجي بوصل او في اختر، هو الفورمال ستيتمنت اوف جروبز ايديال اند فاليو. جاء اول جمله انا اختصارا عن اي ان سي، انترناشونال نيرسينج كود. قال لي اول شيء ان هنا في القانون التمريض الدولي، قال لي ذا بيسك ريسبونسبيلتي اوف ذا نيرس، المسؤوليه بيسك اساسي، ريسبونسبيلتي مسؤوليه لنيرس الممرض، يعني المسؤوليه الاساسيه للممرض، هذا كلام حفظه غلط، هي بروموت هيلث، انك تعزز الصحه. هذه جمله مهمه جدا جدا جدا. المسؤوليه الاساسيه لك رقم واحد بروموت هيلث او هيلث، تعزز الصحة. اثنين بريفنت إلنس، تمنع المرض. ثلاثة ريستور هيلث، تعيد الصحة. اربعة اوليفيت سافرينج، تقلل المعاناة. فانت كنيرس كممرض، وظيفتك اربع شغلات تاخذوهم انت في الاسس او في مادة صحة المجتمع في سنة رابعة، اللي هو انا كنيرس وظيفتي في صحة المجتمع انك تعز، اول شيء كنا نعالج المرض، بعدين صرنا نعمل وقاية من المرض، بعدين صرنا نعزز الصحة. فأنا وظيفتي كنيرس إن أول شيء إذا في مرض أمنعه، فيش مرض بدي أعزز المين، أمنع المرض، منعته أنا عزز الصحة وقوي الصحة. تمام، أول شيء بروموت هيلث، عزز الصحة، بريفنت إلنس، امنع المرض، ريستور هيلث، حافظ على الصحة وعيدها لو كان مريض عالجه، وبعدين قلل السفرنج، قلل المعاناة. هذه البيسك ريسبونسبيليتي للنيرس، المسؤولية الأساسية لمين؟ للممرض. اثنين نيرس شود كيري اوت هير نيرسينج ديوتس، لازم المريض الممرض شود كيري، يؤدي الداتس او الديوتس، المهام تبعته اون هايست ليفل، لازم انا كنيرس اؤدي مهامي وواجباتي في اعلى مستوى، هايست ليفل اند كونفورمز تو نيرسينج سيرفايز اند بروفيشنال ايش بيهيفير، وانه يؤدي بالسلوك المهني. فهذا يعني كلام عام، انه قانون التمريض العالمي بيقول لك انه انت كنيرس مهمتك تمنع المرض، تحافظ على الصحه، تعزز الصحه، وتقلل المعاناه. اثنين لازم انت تقوم بمهامك باعلى مستوى وبسلوك مهني، الديوتس المهنة تبعتك هايست ليفل وبروفيشنال بيهيفير وسلوك مهني. ثلاثة the nurse obligate not only fully prepared for work، يعني مش بس انه يكون not only، مش بس مش فقط انه fully prepared، انه يجهز حاله للعمل تبعه، but also to maintain high and constant level of knowledge and skills. يعني قال لك انت كنيرس من قانون التمريض الدولي
انه انت اوبليجيت، مجبور او مجبر، نوت اونلي، مش فقط انك تكون فولي بريبيرد للعمل، مش بس تكون جاهزتك بالكامل وتدق الابره، لا، بات اولسو ايضا مينتين، تحافظ على هاي، اعلى اند كونستانت، ثابت ليفل اوف نوليدج، معرفه اند سكيلز، انك تحافظ على مستوى عالي وثابت من النولج، المعرفه، العلم، ومن السكيلز، من المهارات، مش بس تكون جاهز للعمل، هذا ايضا من الاخلاقيات. أربعة، the religion believes of patient must be respect، أخذناها في أول تعريف، respect الاحترام، لازم تحترم مين؟ الريليجن، الديانة، لازم أحترم المعتقد الديني للمريض باحترامه، فالريليجن بليف، المعتقد الديني of patient للمريض must respected، يجب احترام. خمسة، نيرسيف guard the medical secrecy of patient، يحمي الممرض السرية، هذه السكريسي من سكيورتي، سكيورتي امن، فهذه ايش بدي يحمي؟ سكريسي اوف بيشنت، انه يخلي المريض كل شيء عنه سري، تمام؟ فنيرس سيف بده يحافظ على مين؟ السكريسي او السكيورتي للبيشنت. خمسه، ذا نيرس اون ديوتي، الممرض في مهامه او في مهمته، نوت اونلي تو نو هير اوبليجيشن، مش بس بده يعرف ايش مطلوب منه، اند اولسو ليميتيشن، لازم ايضا تحديد اوف بروفيشنال اديوز، بده يحدد ايش المهام المطلوب منه. هذه كلها تحت هاي الجملة، قال لك ذا نيرس فور بيدن، ممنوع، يعني انا كنيرس في مهامي نوت اونلي نو، مش انا بدي اعرف ايش مطلوب مني اعمل، لا، بدي اعرف كمان ايش ممنوع اعمل، ايش الليميتيشن، ايش الحدود الي، يعني انا بدي اعرف وين حدودي، انا مسموح لي ادق ابره، هل مسموح لك تبدا ولا؟ فانا هنا في نقطه السادسه في الاخلاقيات التمرد العالمي، تعرف ايش واجباتك وايش حدودك، لوين انت وتوقف بس، ممنوع تكمل. قال لي بدي اعرف فوربيدن، ممنوع to advise medical treatment، ممنوع انت كنيس تنصح علاج طبي or administrate او تعطي it او تعطيه without doctor order، بيجي في الامتحان هذا، انه انت كنيس forbidden، ممنوع انك advise، تنصح medical treatment، تنصح المريض بعلاج معين، علاج طبي او administrate، او انك تعطيه administrate، تعطيه without doctor order، بدون وصفة طبية، except ما عدا in emergency، ما عدا الطوارئ، and without attendance of doctor، ما عدا في الطوارئ، وايضا يكون في اهتمام للدكتور وفي عنده علم. فانا كنيس ممنوع اوصف علاج طبي او اعطي علاج طبي بدون وصفه طبيه، except ما عدا، لو في الامتحان كل مكان غلط، except ما عدا في الامرجنسي، في الامرجنسي احيانا احنا كنيس بنشتغل شغل اطباء، لكن بكون يعني علينا العين، وبكون ايش عليك الطبيب بده يراقب بعدك او يكون عنده علم، attention للدكتور، تمام. سبعة، the nurse obligate، هو ملزم to fulfill the instruction، يملأ الملف of the instructions in intelligent and trustworthy manner and to refuse يرفض to be partner to anything which is unethical، يعني قال لك انا انه الناس يلتزم الممرض بتطبيق التعليمات، the nurse obligate، مجبر to fulfill التعليمات the instruction، يعني يطبق الانستكشن التعليمات in intelligent ذكي، trust اللي هي ايش؟ trust ثقة، worthy صحيح، manner طريقة، يعني بطريقة ذكية، intelligent and ايش؟ trust، ومليئة بالثقة، جديرة بالثقة، and refuse، ويرفض to be partner، انه يشارك في اي شيء، anything is unethical، يكون اي شيء مش اخلاقي. فانا كنيس مجبور اني التزم بالتعليمات انا بشكل طريقة ذكية وجديرة بالثقة، واني ارفض المشاركة في اي عمل anti-ethical، غير اخلاقي. 8، the nurse is loyal، قلنا يكون ايش؟ مخلص، الفيديليتي، مخلص to doctor، للدكتور ولا الاذر كوليجاس اللي هم الزملاء الاخرين في المجال الطبي، للعلوم الصحيه، للتحاليل، للعلاج الطبيعي، regarding any lack of qualification of any behavior of colleagues which is not ethical، يعني بغض، يعني مرض مخلص الطبيب والزملاء الاخرين في الفريق الطبي فيما يتعلق باي نقص في المؤهلات او اي سلوك من الزملاء هو ليس سلوك سطحي او اخلاقي. فانا regarding بدي اتعامل معهم سواء معهم اي نقص علمي في الخبرات او في الاخلاق تاعتهم، بدي انا احترمهم. The nurse must report، بدي اوثق this، هاي الشغلات، but only to correct authority،
يجب على الموظف الإبلاغ عن ذلك، ولكن فقط لتصحيح الخطأ. كيف يعني؟ أنا كنس في المستشفى شفت زميلي بيدق الإبرة العضل الغلط، شفته بيتعامل مع المرضى بشكل أسلوب خطأ، فإيش قال لك؟ أنا لو يا المخلص للدكتور ولكل الزملاء الآخرين regarding any leak، سواء عنده أي نقص في العلم أو الكواليفيكيشن التأهيلات تبعته أو حتى بسلوكه، لو كانت نوت إيثيكال مش أخلاقية. طيب إيش بدك تعمل بعد هيك؟ قال لي ناس ماست ريبورت، لازم يبلغ يخبر الشخص الصح عن هذا السلوك this، عن هاي اللي صار، but only to correct authority، ولكن only هذا الفعل اللي عم تعمله بس عشان correct، أصلح الأثيرة الغلط، تمام؟ أو أبلغ أنا السلطة المسؤولة. فأنا لقيت واحد عمل إشي غلط، طبيب مرض كذا، أول شيء أنا بنصحه، ما استجاب بنصحه كم مرة، ما استجاب بلغ عنه اللي هو المسؤول تاع القسم. هاي المقصد هذا الكلام كله. تسعة، the nurse should accept، إنه يتقبل this salary، يجب على الممرض ناس should accept، يجب انه يقبل salary الراتب تبعه with agreement، ها راتب مقبول، and not to accept other thing from outside، ممنوع يقبل اي شيء من الاخرين. فيجب على الممرض قبول الراتب تبعه بالاتفاق وعدم قبول اي شيء من الخارج، لا هدايا، لا مش عارف ايش، لا ياخذ مصاري من الناس اللي هو في المستشفى. فانت الناس بده يقبل الراتب تبعه بكل رضا وقبول واتفاق، ونوت اكسبت، ما يقبلش اي شيء من الخارج. هذه كمان من الاخلاقيات. عشرة، قال لك نيس داز نوت بيدمت، لا يسمح هير نيم لاسمه تو بي يوز فور ادفيرست اوف اني برودكت، يعني انت كنيس داز نوت بيدمت، لا تسمح انه اسمك انت كنيس مشهور، انا كسعيد مثلا ما اسمحش انه اسمي انا اروح يستخدموه في الاعلان عن منتجات، والله طلع اليوم دواء جديد انه سعيد بوصى عليه، وانت يا مريض خذ العلاج اشتري من هذا المكان منيح. لا تسمحش باستخدام اسمك للاعلان عن اي منتجات. Does not permit، لا تسمح انه لاسمك يستخدم في الاعلان advertisement of any product، لاي منتج. 11، the nurse cooperate، متعاون harmfully with members، مع الاعضاء of other profession، من المهن الاخرى، and with her colleagues، ومع زملائه in nursing profession، يعني يتعاون ممرض في انسجام مع اعضاء المهن الاخرى ومع زملائه في التمريض، يكون ايش؟ cooperative، متعاون. 12، the nurse is steadfast، يعني أنا بقول لك إنه الناس يستقر بسرعة fast in observing personal، في مراقبة البيرسونال إيثكس، الأخلاق الشخصية، which express، التي تعبر believe، عن الإيمان in profession، عن الإيمان بالمهنة. فأنا كناس بدي أستقر بسرعة وأظلني يعني ماشي في الأخلاق الشخصية اللي بتعبر عن إيمانك في المهنة تبعتك. 13، ناس behavior، سلوكك بده يكون ايش؟ accepted، مقبول by community and members، لازم سلوكك كناس يكون مقبول من المجتمع والأعضاء. must behavior، السلوك تبعك accepted، مقبول من قبل الأعضاء والناس كلهم. 14، the nurse is responsible، مسؤول عن البرنتر، المشاركة with other citizens، في القطاعات الأخرى، and with other medical profession، والمهن الطبية الأخرى، increasing، في زيادة الإفورت، الجهود، to supply، لكي يدعم the health needs، الاحتياجات الشخصية of local، المجتمع المحلي، ناشونال، العالمي، اند انترناشونال بابليك، وكل العالم. فقال لك الممرض هو ايش؟ بارنتر، شريك مسؤول، ريسبونسبل، شريك مسؤول في ايش؟ مع مواطنين اخرين ومع المهن الطبيه الاخرى، في زياده الجهود الى توفير الاحتياجات الصحيه للجمهور المحلي والوطني والدولي. فانا كنس بدي اساهم في تحسين الصحه المحلية والوطنية والدولية بالتعاون مع كل المهن الأخرى، من طبيب، من تحاليل، من شرطة، من وزارة الأوقاف. هي احنا اليوم مثلا في الكورونا متعاون الطب مع الشرطة مع الأوقاف، مع فلازم كنا نكون ايش؟ كوبوريتيف، متعاونين لتحقيق المصلحة العامة. هيك هذول الموضوعين خلصوا، نكمل ان شاء الله المرة القادمة في الموضوع الثاني، بيحكي عن المبادئ التوجيهية الأخلاقية للتمريض. يعطيكم ألف عافية.